رأيكم بقى هنعمل مع بعض فايش تحفة جدا بالزيت لإخواتنا المسيحيين، صيامي احنا كمان ناكله عادي جدا خفيف كده ومعمول بشوية زيت والدنيا لطيفة وزي الفل. بما اننا قاعدين في البيت فشوية حاجات كده، الولاد جعانين، هنجيب واحدة من الفايش نحط عليها اي نوع جبنة وبألف هنا وشفا جنب كوباية اي مشروب هما بيحبوه، الدنيا هتبقى حلوة قوي وكمان يقعد معاكي فترة كبيرة، وبيطلع كمية بسم الله ما شاء الله هايلة جدا. قبل ما اقول مقاديره وقبل ما نقول احنا عملناه ازاي، انا معايا هنا النسخة دي خمرانة، تمام؟ لازم يبقى خمران مرة تانية، بنخمر مرتين، مرة بعد ما نعجن ومرة بعد ما بنشكل بالشكل ده. فهدخل دلوقتي الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني لغاية ما ياخد لون من فوق ومن تحت، وهطلعه لأنه تخين شوية فمش محتاجة نار عالية قوي قوي علشان ما ينفعش يبقى ني من جوه، تمام؟ يلا بينا. يبقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لغاية ما يستوي وياخد لون من فوق ومن تحت. بسم الله. بس كده عايزه ابص بصه، انا بحمص بقى التاني في الفرن على نار هاديه جدا جدا على اقل درجه عندك 140 150 وعلى الرف الوسطاني من غير شوايه ولا حاجه، وسايباه ايه علشان يتحمر لنا بقى حاجه لذيذه وتبقى عندنا في البيت ونقدر نحتفظ بيها فتره لانها ناشفه. اي حاجه ناشفه ينفع تقعد معانا كده فتره من غير ثلاجه ولا فريزر ولا اي حاجه خالص. نقول المقادير، عندنا 6 كوبايات دقيق، دي عادي جدا، دي متعدد الاستخدام، اهم حاجه ان احنا ننخله كويس. 3 كوبايات ميه دافيه، 3 معالق كبار من اللبن البودر النباتي، تمام؟ ده عشان يبقى معانا صيامي، لو طبعا مش محتاجينه صيامي يبقى لبن بودر عادي مفيش مشكله. 1/2 كوبايه زيت، تمام؟ معانا زيت او سمنه نباتي، الاتنين برضو شغالين. 2 معالق كبار من الخميره، 2 معالق كبار من السكر، 2 معالق كبار من السمسم المحمص، عندنا كمان 2 معالق كبار من الخل، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الملح، تمام كده؟ دي المقادير بتاعتنا. لدهن الوش بتاع الفايش هنحتاج بيضة، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخل. المقادير سهلة وبسيطة، وان شاء الله ان شاء الله عندك في البيت هتخلصي الحلقة وتقومي تعملي شوية حلوين للولاد يتعشوا بيهم النهاردة، تمام؟ يلا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. دي ده الدقيق، دول 6 كوبايات دقيق هحطهم في العجان. طب لو ما عنديش عجان هعجن على ايديا ومفيش حاجه ان شاء الله هتوقفنا، تمام؟ ادي الدقيق المنخول، هبدا احط عليه كل المكونات. بس قبل ما احط عليه المكونات، لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك، عشان في انواع في السوق ما بترفعش الخميره وطبعا بتديني نتيجه عكسيه تماما عن اللي احنا بنعملها او اللي انت بتشوفيها معموله، فلازم الخميره يكون نوعيه كويسه. طب لو انا مش متاكده هي كويسه ولا لا، هاخد الخميره هحطها في 1/2 كوبايه ميه دافيه من المقدار بتاعنا، 1/2 كوبايه ميه دافيه، احط عليها الخميره ومعلقه صغيره من السكر واقلبها واغطيها واسيبها 10 دقائق. لو لقيتها بقى رفعت معايا وعملت فوم كده وكانت الكوبايه قد كده بقت قد كده، خلاص اشتغلي وحطي المقادير بتاعتك علشان تبقي متاكده ان العجينه هتخمر معاكي، تمام؟ انا بقى عشان عارفه الخميره ان هي شغاله ما شاء الله، فهبدا ان انا احط الخميره، احط السكر، واحط كمان اللبن البودر. طيب لو عايزين تعملوه صيامي ومش لاقيين حليب بودر نباتي اقدر استغنى عنه؟ اه طبعا نقدر نستغنى عنه، مفيش مشكله خالص، تمام؟ وادي الكركم، ده اللي بيدي اللون المميز للفايش، واحط كمان الملح. كده حطيت كل المواد الجافه، واحط كمان السمسم، مش للوش ولا حاجه، ده هيخش جواه بيدي طعم حلو قوي. ويلا بينا نخلط. والسكر لا خلاص كده احنا تمام، حطينا السكر. بسم الله. يلا بينا تعالوا نبص على اللي في الفرن، انا بصيت عليه كده لقيته خلاص، يلا نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على الجمال. خلاص هو كده استوى واخد لون حلو من فوق ومن تحت، هسيبه يهدى شويه، ما ينفعش اقطعه وهو سخن لاني لو قطعته وهو سخن هيعجن،
تمام، هو لسه سخن وطري جدا، فمجرد ان السكينه تقعد تقطع فيه وهو سخن فهيبقى من جوه معجن مش مفرغ. هسيبه يهدى تماما عشان اقدر اقطعه شرايح وبعدين احمصه زي ما انتم شفتوا كده. احنا حاطينه في الفرن على درجه حراره 150 علشان يتحمص كويس. تمام كده، تعالوا بينا بقى نكمل العجينه. حطينا المواد الجافه كلها مع بعض، قلبناها كويس قوي. معايا ايه؟ معايا معلقتين خل، ومعايا الزيت، وهبدا اشغل بقى وابتدي اعجن بالميه الدافيه. طيب انا وقفت دلوقتي لان لقيت العجينه كلها خلاص اتجمعت، ما اخدتش الميه كلها، علشان كده دايما بنقول ايه، حاولي تخلي الميه الدافيه في ايديكي، حطي حبه بحبه لغايه ما تلاقي العجينه جمعت معاكي. هوريكي دلوقتي شكلها ايه، طبعا هي لسه ما اتعجنتش العجن الكافي، بس العجينه خلاص بقت لينه، هو ده اللي احنا عايزينه، فاضل بس ان هي تتعجن كويس قوي علشان ناخد نتيجه هايله. تمام كده، مقدار الميه زي ما قلنا ما اخدتهوش كله خلاص. طيب انا عشان بس الوقت وان انا ما ضايقكوش بصوت العجان، هنعتبر ان العجينه بتاعتنا اتعجنت تماما. بعد ما تتعجن كويس قوي هعمل ايه؟ مرحله التخمير. وعلشان اسرع عمليه التخمير وما افضلش واقفه في المطبخ كتير، هولع الفرن بتاعي 5 دقائق وبعدين اطفيه واتاكد ان انا طفيته. هغلف العجينه بتاعتي ببلاستيك وبفوطه نظيفه وادخلها الفرن المطفي السخن علشان تبدا تخمر. مش هتاخد نص ساعه وهتلاقيها اتضاعف حجمها وبقت الضعف. وادي العجينه الخمرانه، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما العجينه خمرت بقت بالشكل ده، بصوا العجينه، بصوا عامله ازاي، بصوا معايا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العجينه ايه الجمال ده، بصوا تحفه جدا. طيب المقدار ده هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه 2 رول، هاخد النص كده وابدا افرده بايديا، مش محتاجين حاجه نفرد بيها ولا حاجه. العجينه لينه ولطيفه جدا جدا، فهتطلع معاكي هايله ومريحه في الشغل. طيب ناخد من هنا وناخد فرشه عشان ندهن الصاج او الصينيه اللي هندخلها الفرن، بسم الله. ما تكتريش عشان كتر الدهان هنا بيغير لك المقادير، بمعنى ايه؟ ان كل ما زادت الماده الدهنيه حتى اللي انت دهنه بيها الصاج بتاعك بتنشف الحاجه اللي انت بتخبزيها، عشان كده دايما مسحه من الزيت خفيفه او ورق زبده لو متوفر ورق زبده كويس. انا خدت نص العجينه بعد ما خمرت كويس زي ما شفتوا كانت خمرانه وعامله ازاي وفردتها بالشكل ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اعملها رول. تمام كده كده زي الفل، واقفل الاطراف الناحيه دي كمان، وعلى القفله بتاعتها كده دي تبقى تحت. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام جدا، يلا التانيه كمان، ادي النص التاني. تمام، بفرد بسمكه حوالي 0.5 سنتي. تمام، كل ما كانت العجينه لينه معاكي وانت بتعجنيها افضل كتير كتير، هتطلع معاكي هايله جدا 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 والنتيجه ممتازه. ادي التانيه وهبتدي اعمل رول. هقفل الاطراف كده والناحيه التانيه،
والقفلة بتاعتنا تحت اهي، وهحطها على الصاج. هدخل الفرن دلوقتي؟ طبعا لا، زي ما قلنا هتخمر، وشفتوها في البداية قبل ما نشتغل خالص، قبل ما ادخلها الفرن كانت خمرانة وعالية قد ايه. مش هدهن دلوقتي البيضة، هنخلطها مع معلقة الخل والسكر، اقلبهم كويس قوي، وادهن العجينة بتاعتي قبل ما تخش الفرن، يعني بعد ما تخمر التخمير التاني. هنسيبها بقى تخمر، بس لازم نغطيها. راعي دايما ان العجينة بتاعتك لازم تكون على طول متغطية، تمام؟ يلا هنسيبها تخمر وبعدين ندهنها وندخلها الفرن، وتطلع معانا من الفرن بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، تحفة جدا. والفايش معانا طالع تحفة جدا، عايزة اوريكم شكله من جوه. هو لسه طالع طبعا زي ما قلت لكم في البداية، ما ينفعش ان احنا نقطعه سخن، تمام؟ بس حبيت اقطع واحدتين كده تشوفوا شكلهم عامل ازاي. شايفين طري قد ايه؟ الولاد عايزين ياكلوه طري، ياكلوه ناشف زي ما تحبوا. اقطع واحدة كمان، طبعا هو لسه سخن خالص، انا بس عايزة اوريكم الشكل. اوعي تقطعيه وهو سخن، سيبيه يبرد تماما عشان ما يعجنش معاكي. انا هنقل بقى كده، تمام؟ بعد ما بيبرد هتقطعيه شرايح بالسمك ده وبالشكل ده، وترصيها في الصاج تاني اللي انتي سويتي فيه، وتدخليه على درجة حرارة 140 او 150 على الرف الوسطاني، علشان ايه؟ يتحمص كده ويتقرمش ويبقى لذيذ جدا. طلع الفايش اللي في الفرن عشان نشوف اتحمص وبقى عامل ازاي. ما شاء الله، بصوا بقى بعد ما بيتحمص، بصوا ناشف ازاي. كل ما هتسيبيه كمان يبرد هتلاقيه ناشف اكتر، تمام؟